هو كل وقت وليه أدان زي ما بيقولوا. فمهمة صعبة أن أنت تبقى مدير تنفيذي لاتحاد الكرة أصلا، مهمة صعبة أنك تبقى موجود في التوقيت ده، فهي مهمة أصعب من وجهة نظري. اللجنة الخماسية حتى الآن مادية بشكل جيد جدا، والأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أيضا أنا الحقيقة شايف أنه مادي بشكل جيد. كل ده قبل الحديث وعالم بعد الحديث. شرفنا يا فندم. ميرسي يا كابتن زين. ازي حضرتك؟ الحمد لله كله بر حضرتك. الحمد لله كله تمام. كله تمام. طول بقالك سنين كتير جدا في اتحاد الكوره في لجنه شؤون اللاعبين. انت بتقول عليا صندوق اسود اهو. ما احنا لسه يعني ماشيين حته حته في لجنه شؤون اللاعبين. ثم طلعت بعد كده مدير تنفيذي. تمام. اني اصعب طبعا مما لا شك فيه مدير تنفيذي، لان المسؤوليات وال 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 والمتطلبات بقت اكتر. فطبعا مدير تنفيذي. لا انا كنت في شؤون اللاعبين مبسوط. كنت مبسوط مع ان انا حضرتك سنين كتير جدا، بس انت ليك سيستم يعني، واحنا كان لينا سيستم مختلف، وانت كان ليك يعني مملكه خاصه هي شؤون اللاعبين، انت اللي ماسكها ومسؤول عنها. اعتقد كنت بستفسر منك واحنا في الاتحاد زي دلوقتي كده برضو، يا اصولي دي تنفع دي ماشيه دي، ولكن كان ازماتها كتير، وقف قيد، مديونيات، فلوس لعيبة، زائد التصادم مع خبرات كبيرة ممثلة مثلا في الكابتن أحمد مجاهد، في الحاج محمود الشامي وهو موجود، في كابتن مجدي عبد الغني وهو موجود، يعني في ناس كابتن شوبير برضو كان موجود. يعني دايما اللي عنده خبرات كبيرة جدا بتبقى في الحتة دي وفي اللوائح وفي الدخول في المنطقة دي بشكل كبير. بص، هو الحمد لله صدمات، بس احنا حبايب يعني. طبعا يعني علاقات طيبة يعني. العلاقات طيبة جدا، وكان بتبقى خلافات في إطار الشغل، في إطار العمل، ما كانش فيه صدام بشكل عنيف أو حاجة، فالحمد لله يعني. وسواء جوه الاتحاد أو بره الاتحاد، ما هو شؤون اللاعبين كان دايما بيبقى فيه، مش عايز أقول صدامات، ولكن بيبقى فيه مناوشات مع الأندية شوية، مع اللاعبين شوية، مع وكلاء اللاعبين شوية، إنما في الآخر برضو الحمد لله كعلاقات شخصية الحمد لله ما كويسة، ما فيش مشكلة خالص. حضرتك قلت ان انا ليا سيستم خاص. كنت بحس كده، ما اعرفش انا صح على فكرة ولا انا بحب ابقى مركز في شغلي، بحب ابقى في الحتة اللي انا مكلف بيها بشتغلها، وما حاولش التفت لأي حاجة حواليا ماليش دخل فيها يعني. طيب ليه دايما